عزام محمد خليل عنده 15 سنة، والده متوفي وحالتهم صعبة جدا، والأم بتاخد معاش 410 جنيه ومحدش بيساعدهم. الطفل ده كان محتاج عملية قلب مفتوحة بتكلفة عالية. الحمد لله مؤسسة واحد من الناس بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء ومركز قسطرة القلب بحلوان قدرنا نعمل الطفل ده العملية. تعالوا نشوفه بعد العملية أخباره إيه. انا ابني تعبان، طلعت بيه على قصر العيني، وطبعا وبعد كده نزلوني من قصر العيني، اعطوني ايه، قالوا روحي بقى الطفل بتاعك بقى كويس. وبعدين الطفل عندي لقيته كل يوم من يوم بيزيد في الورم، يوم من يوم بيزيد في الورم. رحت لاهل الخير، واهل الخير طبعا رحت مؤسسه واحد من الناس، فهم طبعا دلوني وجابوا لي واخدت معايا الورم كله والاشعات والتحليلات، وهم طبعا ودوني بقى ايه دار الشفاء، عملوا لي قلب مفتوح لابني. فانا يعني الحمد لله نشكر كل الناس ونشكر كل واحد عمل معايا يعني خير ربنا يجعله ايه. ونشكر طبعا الاستاذ الدكتور عمرو الليسي، ربنا يجعله ان شاء الله في ميزانات حسناته، وربنا يخلي له عياله وربنا يرضى عليه من السماء للارض ويسترها معاه. طفل عزام كان عنده عيب حلقي مسبب ارتجاع شديد في الصمام الميترالي في القلب، اللي هو الصمام ما بين الاذين الايسر والبطين الايسر، كان لابد من التدخل الجراحي. الحمد لله قدرنا نصلح الصمام ونحافظ عليه ونطلعه من العمليات بحاله يعني الصمام يعني بيشتغل بكفاءه تقريبا 100%، ما فيش اي ارتجاع في الصمام ولا اي ضيق. والحمد لله دلوقتي الطفل يعني في الرعايه المركزه بعد حوالي 12 ساعه من العمليه انفصل عن جهاز التنفس الصناعي وقاعد وابتدى يعني يشرب بعض الحاجات والحاله مستقره الحمد لله. Thank you.